بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أحد الأخوة في الفيديو السابق أو القبل علق بأنه نشر حديث أهل البيت ممدوح في رواياتهم، ولكن محاججة المخالفين مذموم، ما أعرف أو مكروه كتب، وما أعرف منين جاب هذا الإشكال. بالعكس، كسر شوكة النواصب وبيان مخازيهم ممدوح في روايات أهل البيت عليهم السلام. هذا في كتاب بحار الأنوار في المجلد الثاني في كتاب العلم في باب الثامن من كتاب العلم ثواب الهداية والتعليم. طبعا الحديث 19 في هذا الباب عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: من كان همه في كسر النواصب عن المساكين من شيعتنا الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم ويفخم أمر محمد وآله صلوات الله عليهم، جعل الله همة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره، يستعمل بكل حرف من حروف حججه على أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكا، قوة كل واحد فضل عن حمل السماوات والأرض، فكم من بناء وكم من نعمة وكم من قصور لا يعرف قدرها إلا رب العالمين. وفي هذا المجال أيضا حديث رائع للسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، وقد اختصم إليها امرأتان فتنازعتا في شيء من أمر الدين، إحداهما معاندة يعني عصبية، والأخرى مؤمنة يعني مؤمنة بولاية أهل البيت عليهم السلام. ففتحت الزهراء على المؤمنة حجتها فاستظهرت على المعاندة، ففرحت فرحا شديدا، فرحت المؤمنة، فقالت فاطمة الزهراء عليه السلام: إن فرح الملائكة باستظهارك عليها أشد من فرحك، وإن حزن الشيطان ومردته بحزنها أشد من حزنها. هذا حبيبي اللي قمت ببصل أو بصفة، نعتبر هذا فتشي إنجاز يعني اليوم القيامة، لي في صفا وعلى وصال ما أعرف أرجو بها يوم الورود مفازي، أنا ثائر لكن سيفي مغمل، يكفيك قتلا صولتي بمجازي. ما أعرف الأخوة يوافقون الرأي، شاركوا بتعليقكم إن شاء الله وأنا خادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.